وشهر رمضان هو شهر المغفرة، فاستغفروا ربكم، اطلبوا من الله تبارك وتعالى أن يغفر لكم. كلنا نطلب من ربنا أنه يغفر لنا، ده ربنا بيقول للنبي محمد اللهم صل عليه، فسبح بحمد ربك. عارفين الآيات طبعا، إذا جاء نصر الله والفتح، في حد مش حافظها؟ ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك. حاضر. إيه تاني للنبي؟ واستغفره إنه كان توابا. طب هو بيقول له واستغفره ليه؟ قال له إنه كان توابا، مش هو كان عن الاستغفار واستغفره، يبقى إنه كان غفارا. النبي ربنا أمره بالذكر، قال له واذكر ربك، وأمره بالتسبيح فسبح بحمد ربك، وأمره بالاستغفار قال له واستغفره، لكنه ما أمروش بالتوبة. فمش هتلاقي في القرآن كله توب إلى الله. إحنا ربنا أمرنا بالتسبيح قال وسبحوه بكرة وأصيلا، وأمرنا بالاستغفار استغفروا ربكم، وأمرنا بالذكر قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وأمرنا بالتوبة، ربنا أمرنا بالتوبة قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. يا فلما ربنا أمر النبي بالذكر أمرنا احنا كمان بالذكر، أمر النبي بالتسبيح أمرنا احنا كمان بالتسبيح، أمر النبي بالاستغفار أمرنا احنا كمان بالاستغفار، إنما ما أمرش النبي بالتوبة، أمرنا احنا بالتوبة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، وقال يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. طب ومال إيه اللي في سورة النصر ده بقى؟ قال له فسبح بحمد ربك واستغفره، وبعدين عمل له حاجة اسمها إشعار، إنه كان توابا، ربنا تواب. فالنبي كان بيقول رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم، يعني النبي كان بيسأل الله التوبة برضه، شفت إزاي؟ إذن الاستغفار، نبيكم الكريم كان دائم الاستغفار، كان بيقول إني أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم أكثر من 70 مرة. النبي اللي ربنا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر بيستغفر الله وبيتوب إلى الله في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي رواية فإني أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم 100 مرة. طيب احنا عرفنا الاستغفار ان ربنا هيمتعنا المتاع الحسن، اللي هو ايه المتاع الحسن؟ قلنا سعة الرزق ورغد العيش والعافية. في حاجة تانية في سورة هود برضو، سيدنا هود بينصح قومه، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا. ادي من فوائد الاستغفار انه حيجيلك بركات من السماء. ايه تاني يا سيدنا هود؟ قال ويزدكم قوة الى قوتكم. عايز القوة العلمية استغفر، عايز القوة البدنية استغفر، عايز القوة الايمانية ربنا يقويك ايمانيا استغفر. شوف ازاي الاية بتقول كده، ويزدكم قوة الى قوتكم. قوة، قوة دي نكرة تشمل كل انواع القوة. طيب ادى سيدنا هود. سيدنا صالح برضو امر قومه يستغفر ربنا ويتوبوا اليه. ليه يا سيدنا صالح؟ قال ان ربي قريب مجيب. يبقى بالاستغفار حتنال القرب، بالاستغفار حتنال الاجابة. بعديها في سورة هود برضو، يبقى احنا عرفنا سيدنا هود نصح قومه بالاستغفار وقال لهم اصل الاستغفار ده بيعمل حاجتين مهمين، يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة الى قوتكم. سيدنا صالح وصى قومه بالاستغفار وقال لهم حاجتين مهمين، قال لهم ان ربي قريب مجيب، هتلاقوا القرب وهتلاقوا الاجابة. سيدنا شعيب بقى برضو وصى قومه بالاستغفار والتوب. ليه سيدنا شعيب؟ قال ان ربي رحيم ودود، كل ما تستغفر ربنا هتترحم، كل ما تستغفر ربنا هتلاقي الود. يا الله، ده في آية جميلة قوي 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 في سورة النمل بيقول لنا يا ربنا لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. يا ناس استغفروا ربنا عشان يرحمنا. طب وماذا لو رحمنا؟ النبي يقول لي بقى من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. عشان كده كان سيدنا علي
سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه وكرم الله، بيقول لي قطره من بحر جودك تملا الارض ريا، ونظره بعين رضاك تجعل الكافر وليا. يا رب رحمه منك تغرق لنا الكره الارضيه خير، اهي رحمه ربنا بتيجي بالاستغفار، لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. شوف طيب جميل، كل الانبياء بيستغفروا ربنا من اول سيدنا ادم لما قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ورمضان شهر المغفره، وسيدنا النبي كان امام المستغفرين، والمحسنين بيستغفروا ربنا بالاسحار هم يستغفرون. طيب احنا كمان عايزين نستغفر ربنا، كيف نستغفر ربنا صحيح؟ في صيغ للاستغفار، يعني مثلا سيدنا النبي كان يعد له في المجلس الواحد في الجلسه الواحده 100 مره يقول ايه؟ رب اغفر لي وتوب علي انك انت التواب الرحيم. ادي صيغه، يلا امسك سبحتك، رب اغفر لي وتوب علي انك انت التواب الرحيم. ها ايه تاني؟ لو استغفرت ليك وللمؤمنين والمؤمنات الاحياء والاموات وطبعا والديك معاهم، تاخد بكل مؤمن حسنه. يا سلام، اللهم اغفر لي ولوالدي ولاصحاب الحقوق علي وللمسلمين والمسلمات الاحياء والاموات، تاخد بكل مؤمن حسنه. طيب سيد الاستغفار، اعلى اعلى صيغه للاستغفار النبي علمها لنا، قال ايه؟ سيد الاستغفار ان يقول العبد اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك، وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي، اي اعترف لك يا رب ان انت المنعم، ابوء لك بنعمتك علي، وابوء بذنبي، انا معترف بذنوبي، فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. سيدنا نوح بيقول لابنه يا بني، قال له نعم، قال له عود لسانك على اللهم اغفر لي، فان لله ساعات لا يرد سائلا، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي. ها؟ استغفر الله العظيم التواب الرحيم لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات واتوب اليه، اللهم اغفر لنا انك غفارا، اللهم اغفر الذنوب كلها يا كريم.